بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة، نحن مقبلون بعد يوم أو يومين على أيام فاضلة، أيام عشر ذي الحجة، تلك الأيام التي فضلها الله جل وعلا على أيام السنة، وذكرها في كتابه في موضعين. أما الموضع الأول فقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال أكثر المفسرون: هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة. والموضع الثاني: أقسم الله بها، والله جل وعلا عظيم ولا يقسم إلا بشيء عظيم، فقال جل وعلا: وليال عشر. واختلف فيه المفسرون في معنى هذه الليالي، أشهرها على قولين: إما أنها عشر رمضان الأخير التي فيها ليلة القدر، وهي بلا شك ليال فاضلة، أو أنها عشر ذي الحجة الأول، وهو قول أكثر المفسرين، وهو قول أيضا ابن عباس وغيره من فسر القرآن، أن هذه الليالي هي أيام عشر ذي الحجة. والعرب يطلقون الليالي على الأيام في النهار، وكذلك قد يطلقون النهار على الليل، والعكس صحيح. وهذه الأيام فضلها الله جل وعلا على سائر أيام السنة، والسبب في ذلك اجتماع العبادات التي لا تجتمع إلا فيها، فلا يوجد في أيام السنة أيام متتابعات فيها أعمال كهذه الأيام. من ذلك فيها الإحرام والطواف وغيرها من أعمال الحج، لا يمكن أن تقع إلا في هذه الأيام. وفيها اليوم الثامن، يوم التروية، يوم عظيم يقف ويكون الحجاج فيه بمنى. وفيه اليوم التاسع، يوم عرفة، يقف فيه الحجاج بعرفة، أعظم أركان الحج في هذا اليوم. بل هذا اليوم يعتق الله فيه من العباد أكثر مما يعتق مما سواه، كما في حديث عائشة. وفيه أيضا اليوم العاشر، يوم النحر، يوم العيد، أفضل أيام السنة. فيه ماذا؟ فيه الرمي والحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدي والأضاحي والطواف والسعي وغيرها من أعمال الحج التي لا تقع إلا في هذا اليوم. واختلف أهل العلم هل الأفضل يوم عرفة أم يوم النحر. فيوم عرفة يوم عظيم، وكما ذكرنا لكم يعتق الله فيه من العباد أكثر من غيره، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعض أهل العلم أن أفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم النحر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرح صراحة في الحديث أن هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله،
ولا الجهاد في سبيل الله، لأن الصحابة يرون أن الجهاد من أعظم الأعمال. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لو أن إنسانا خرج إلى الجهاد وجاهد وقاتل ورجع بنفسه وماله، فالعمل في هذه الأيام أفضل من هذا العمل. لذلك لما كانت هذه الأيام فاضلة يستحب للعبد إذا أدركها أن يكثر من أنواع العبادات. ولاحظوا في الحديث قال العمل الصالح، فهذا دليل على أن الإنسان يكثر أي عمل، أي عمل صالح، سواء كان هذا العمل عمل جوارح، عمل قلوب، أي أنواع العبادات. ونقف هنا على بعض العبادات الفاضلة وهي كثيرة جدا. كل أنواع العبادات مستحبة وفاضلة وتعظم في هذه الأيام. أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا في هذه الأيام ما افترضه الله علينا. الفرائض أعظم من النوافل بلا شك. جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الصلوات الخمس أفضل الأعمال في هذه الأيام، فأي واجب عليك فأداؤه في هذه الأيام أفضل وأحب إلى الله جل وعلا. أيضا بعد أن يؤدي الإنسان الفرائض التي عليه والواجبات التي عليه يكثر من النوافل. في الحديث السابق قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، إلى آخر الحديث. ومن النوافل أن يكثر العبد أو يصوم هذه الأيام، فالصيام فيها مستحب. وإن لم يأتي صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه التسع وهذه الأيام، لكنه عمل صالح. وأفضل وآكد هذه الأيام يوم عرفة، اليوم التاسع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، يكفر سنتين. بل جاء في الحديث الصريح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع في يوم عرفة وهو واقف ظن الناس أنه صائم وهو حاج، فأرسلت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شك الناس هل هو صائم دليل أنه كان يصوم هذا اليوم، كان يصوم هذا اليوم. أيضا نستفيد منه أن الحاج لا يصوم هذا اليوم، إنما الذي يستحب صيامه غير الحاج، يستحب له أن يصوم هذا اليوم. وللعلم الصيام هو للتسع فقط، اليوم العاشر الذي ذكرنا أنه أفضلها يحرم صيامه، يوم العيد يحرم صيامه. من الأعمال أيضا أن يكثر الإنسان من مثلا الصدقات، سواء كان بالمال أو بنفسه أو بنحو ذلك من أنواع الصدقات. أيضا من الأعمال التي يستحب للإنسان أن يكثرها أن يكون قلبه عمل القلب، يصفي نيته ويكون قلبه صافي سليم على الناس. هذا عمل صالح قد لا يدركه وينساه بعض الناس. إذا دخلت هذه الأيام يكون من الأعمال التي تقرب بها إلى الله جل وعلا أن تصفي قلبك ولا تحمل حقدا ولا غلا على أحد، عمل صالح يغفل عنه الناس. فإن كان بينك وبين أحد خصومة أو نحو ذلك، إذا دخلت هذه العشر يستحب لك وأفضل لك أن تسامح وتعفو حتى يعفو الله جل وعلا عنك. أيضا من الأعمال الصالحة أن تتقرب إلى الله جل وعلا بأربع خصال في اليوم، جاءت في الحديث. ما هذه الخصال؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مرة كما في صحيح مسلم، فلما انتهى من صلاته قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا.
قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. باقي الرابعة. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. فضل أربع خصال فقط تعملها في اليوم: صيها وتتبع جنازة، تطعم مسكين، وتعود مريض. قال أهل العلم دخل الجنة، بعضهم أهل العلم فسرها قال من غير حساب، معناها تدخل الجنة، وبعضهم قال تدخل الجنة من جميع أبوابها، لأن الجنة لها أبواب: باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، فتدخل الجنة من جميع أبوابها. فإن ضاق بك الوقت وكثرت عليك الأعمال وتريد عملا سهلا ميسرا، بل من أفضل الأعمال وأجلها، فعليك بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. والله جل وعلا قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى الأسواق فيكبرون. فهذا دليل على أن الإنسان يستحب له في هذه الأيام أن يكثر من تكبير الله وتحميده وتهليله. والصفات في ذلك كثيرة معروفة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لماذا؟ لأن هذا العمل مقصد وهدف وحكمة وغاية. الله جل وعلا لما قال عن الصلاة قال: وأقم الصلاة لذكري. نحن نصلي ونكبر، لاحظوا الصلاة من بدايتها إلى نهايتها كلها تحميد وتهليل وتكبير وتسبيح لله جل وعلا، لأن المقصد منها ذكر الله جل وعلا. ولاحظوا أعمال الحج، كل ما يرمي حصاه يقول: الله أكبر، الله أكبر. كل ما يرمي الحجر الأسود يقول: الله أكبر، لأنه مقصد. إقامة ذكر الله جل وعلا مقصد. والجنة تبنى بماذا؟ تبنى بذكر الله جل وعلا. وهذا اللسان، هذا اللسان قد يريدك المهالك وقد يدخلك الجنة. فقد يأتي الإنسان بحسنات كالجبال ويأتي لسانه يهدمها والعياذ بالله. وقد يأتي الإنسان يوم القيامة بسيئات كالجبال ويأتي اللسان ويهدم هذه السيئات بسبب ما ذكر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.